برحب بحضراتكم مرة أخرى في برنامج اسأل مجرب. عايزين تتعلموا الصبر والكفاح، عايزين تتعلموا الإنتاج والوطنية، نشوف الفلاح بيعيش إزاي. النهاردة أنا لسه بكمل رحلتي معاكم في اسأل مجرب من داخل الأراضي الرملية، الأراضي اللي فيها نسبة ملوحة مرتفعة وكمان فيها وعورة، يعني أنا شايف إن هنا في أجزاء كمان صخرية في التربة. أشجار الكمثرى من الأشجار الحساسة اللي بتحتاج معاملات خاصة جدا، اللي بتحتاج عناية ورعاية في نفس الوقت. درجة الملوحة في المياه بتأثر على الإنتاج. برحب بحضرتك. الله يخليك. أنا الحاج محمد عوض دراز. أهلا وسهلا بيك. على فكرة دي تاني مرة نيجي هنا. حصل. صح؟ مرة السنة اللي فاتت قلت مرة تيجي السنة دي. السنة اللي فاتت قلت أنا مش هحكم قوي. أنا لسه بجرب بس النتائج كويسة. المرة الجاية أقول لكم إيه اللي حصل. إن شاء الله. احكي لي بقى إيه اللي حصل في الفترة دي. اللي حصل إن إحنا الحمد لله قلمنا الشجر وفتحناه وبدأنا نشتغل معاه واحدة واحدة. الشجر كان متأثر من الملوحة بتاع التربة والمية. لما جينا ركبنا جهاز دلتا ووتر لأن النتائج بتبان على الشجر نفسه. الحمد لله في تغير يعني 360 درجة. هي نسبة الملوحة كام عندك؟ نسبة الملوحة عندي كانت 2500. 2500. 2500. طب مش 2500 دي مجازفة إن أنا أزرع كمثرى؟ ما هو لقيت الناس هنا بيقولوا لك ده الكمثرى ماشية في المنطقة بتاعتنا كويس. فزرعت زيهم فلقيت فيه شجر بينشف. فلما قالوا لي على الجهاز بتاع دلتا ووتر. الشجر دي عمرها قد ايه؟ الشجر ديت عمرها دلوقتي ديت تالت سنه. والجهاز مركبه بقالك قد ايه بالظبط؟ مركبه السنه اللي فاتت. يعني سنه؟ سنه. يعني سنتين من عمر الشجره دي كانت بتترجع على ميه بنسبه ملوحه فيها 2500. 2500. ايه اللي حصل في السنه الاخيره بقى؟ لما اشتغلت ركبت الجهاز واشتغلت به لقيت في تغيير نموات خضريه جديده، الحبايه بسم الله ما شاء الله، يعني تغيير كلي وجزئي. عدد الثمار نفسه كتير، يعني في كثافه في الثمار نفسها. الحمد لله في تغيير جامد في الشجر، نسبه الخضار، البراعم الجديده. المكان ده اسمه ايه؟ ديت جمعيه ابناء الغربيه. جمعيه ابناء الغربيه. جمعيه ابناء الغربيه. في المكان ده فين؟ في تبع وادي النطرون. تبع وادي النطرون. احنا في جمعيه ابناء الغربيه تبع وادي النطرون. على فكره فعلا تاني مره اجي هنا. وكان يوميها لسه جهاز متركب شركة دلتا ووتر ما بقالوش شهرين ثلاثة. وحضرتك قلت لي لا هي النتائج مبشرة الناس بس لسه في الأول. سألوني بقولوا يعني انت يعني بتعمل ايه؟ قلت لهم والله انا حصل كذا كذا، ركبت جهاز دلتا ووتر بيكسر الملوحة وبيبان النتيجة على الشجر نفسه. تمام. فبسم الله ما شاء الله في تغيير في الرؤية قدامك باينة. برامج التسميد اخبارها ايه؟ معدل التسميد هو ولا قللته ولا زودته؟ طبعا في حاجات بتقل وفي حاجات بتزيد حسب المهندس اللي معايا بقى هو اللي بيوجهني. استشاري المزرعه. معايا المهندس والحمد لله نتائج كويسه الحمد لله. يعني ليه اسال مجرب؟ انا بتكلم مع الفلاح المصري صاحب الشجره اللي احنا واقفين جنبها دي، صاحب الارض اللي هو بيحبها وبيعشقها. فالنهارده لما بتقابله مشكله في الزرع بسمع منه كلام بيبقى صعب، بيقول لي ده احنا بنفكر نقلع الشجر ده. كنا بنفكر نقلعه فعلا. فكرت بعد ما زرعت والارض بقت تخضر معايا كده لقيت مفيش نتيجه خالص، بينشف الشجر تبقى محمله وتلاقي نشفت لوحدها. ففكرت اقلع الشجر. فلما جبت على النت ولقيت الجهاز دلتا ووتر وقرت عنه فجبت الجهاز وركبته والحمد لله النتائج بسم الله ما شاء الله الحمد لله. يعني انا برضو سعيد بحاجه هقولها لكم. انا ابتديت ارصد نجاح اجهزه شركه دلتا ووتر من سنوات. النهارده بقيت ادخل في اماكن بسمع من اصحاب المزارع الاسم بيتكرر. الحمد لله. الناس دي بقى عندها يعني ثقه بيتعاملوا مع متخصصين في قطاع الزراعه. وبيكلمني كل فتره بيقول لي النتيجه عندك. متابعني. بيتصل عليا. عايز اكلمك على حاجه تانية. اتفضل. الارض دي اخبارها ايه؟ يعني لو جينا بالكاميرا كده ومشينا بالراحه دي ارض مش عاديه. لو شفنا طبعا. الارض ده صخريه. المطره خلتها رقدت. المطره خلتها خلت التربه رقدت. رقدت. يعني لو شفنا صعوبة التربة نفسها اللي احنا بنتعامل فيها مع الزرع ده تأثيره ايه على الشجرة؟ مش ده المفروض مجهد جدا للزرع؟ طبعا مجهد طبعا. يعني واحد دلوقتي حاطط له صخرة يمشي في الصخر ازاي؟ فمع ال بس انا برضه بالكاميرا عاوز نيجي مكان بقى الري، مكان النقطات اللي بتروي علشان نشوف الاختلاف لما بستخدم مية معالجة مغناطيسيا مردودها ايه على التربه. دلوقتي الاول كنت تلاقي فيه ملوحه، تلاقي الاماكن اللي فيها الري شغال الاول كنت تلاقي فيه ملوحه، هي اللي فيها ايه اللي يعني الخصوبه للتربه نفسها اهي زي ما احنا كده بنكشف. دي بقى لها اربع ايام ما شربتش هتشرب النهارده. دي بقى لها اربع ايام ما ارتوتش هترتوي النهارده. انت كده كمان بتقلل عدد الريات، بتوفر في استهلاك الميه. طبعا بتوفر في استهلاك الطاقه. النهارده ربع ما هروق النهارده ما شاء الله. يعني زي ما احنا شايفين شكل التربه، الاماكن اللي بيتم ريها من الاماكن تروي تلاقي فيه ملوحه جنب الاثنين كده مبيضه.
اختفى الكلام ما عادش موجود، ما عادش يعني. الاول كنت تلاقي فيه نسبه ملوحه عاليه، تلاقي الارض مجير ابيض، دلوقتي ده كله اختفى ما عادش موجود. ليه في اشجار هنا يعني هي قصيره كلها؟ ده من اللي بيقلم بقى. بيقلم وبعدين بنفتح الشجره علشان ما تبقاش قافله على بعضها. احنا بنفتحها اما انت شايف ده اما ثابت اهوت كلها السلك ده. انت مفتح الشجره عشان تديها فرصه للنمو، عشان تبقى شجره مفتوحه ما تبقاش قافله على بعضها. فدي من المهندسين اللي بيقولوا اعملوا كذا 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 يعني. ما شاء الله شايف ان انت الشغل بتاعك نظيف يعني، ما شاء الله حاجه تفرحنا. انا بقول لحضراتكم واحنا بنستخدم العلم، مفيش حاجه اسمها مستحيل. الحمد لله. والنهارده احنا ما قدامناش خيار تاني، النهارده ده حكم الهي من ربنا سبحانه وتعالى على العالم. لما تيجي تستورد من اي دوله، الدول معظمها حدودها مغلقه. لما تيجي تشوف الانتاج الزراعي في مصر تلاقيه مستقر وشغال، والناس بتحافظ على ارضها في اقصى الظروف، وعندنا الحمد لله امان حيوي طبيعي. يعني في المحافظات وفي المدن بنقول ايه؟ التباعد الجسدي. النهارده الفلاح قاعد في مكانه بيزرع وبيشتغل، في تباعد جسدي، في جو جميل، واخر النهار بتعملوا ايه؟ محافظين على كده برضو ولا بنتجمع وبنقعد لا ها؟ جيت لي انت في بيتنا قاعدين، الجو كويس، بننزل نرش زي ما انت جيت لي انت مركب الرش اهوت، الهواء قام بطلنا رش وقاعدين في السكن. وبعدين بعدش يعني فليسعك بيتك، لا بنروح لشمال يعني في حاجه بالتليفون بنتصل على المهندس في كذا كذا، خلاص مفيش. تقول ايه عن شركه دلتا ووتر للمزارعين اللي بيشوفونا النهارده؟ نقول اللي ما ركبش دلتا ووتر يركب دلتا ووتر، لان في بيبان النتائج بتبان على الشجر نفسه. يعني بدل ما عمال نجيب كيماويات ونجيب منشطات ونجيب عناصر، لا كل حاجه الحمد لله الجهاز بيبان، الرؤيه باينه قدامك في الارض على الشجره اهي.